طبعا أرد عليك بالأبوذية وبعدها قصيدة. تحدى يا من ما تقدر الدنيا، تحدى يا من ما تقدر الدنيا، تحدى يمتى للنصر سيفك، تحدى عدوك جار يا مهدو، تحدى يقول اهدم القبة الزينبية. عمه عمه ياسر هل أتى وتأويل، عمه ياسر هل أتى وتأويل، عمه اظهر والقسط والعدل، عمه إلك مدفونة برض الشام، إلك مدفونة برض الشام، عمه تعال احرسها من هالناصبية، تعال تعال احرسها من هالناصبية. وصال رمته وأنا الوصول، فهل لي نحو رؤيتكم سبيل، يرتل خاطري آيات عشق، وليل العاشقين هنا طويل، وريث المجد أتعبني انتظاري، وعن طول النوى صبري قليل. متى متى يعلو الأذان، لقد أتانا إمام العصر، للهادي سليل، لنقنت في صلاة لو رآها رسول الله يبتشر الرسول، لنقنت في صلاة لو رآها رسول الله يبتشر الرسول. وينك يا الغياب عذب الروح، وقضيت العمر كله كله بانتظاره. وينك روحي تسأل والفكر حار، وقلبي اللي يعشقك طال انتظاره. نص شعبان حان وجيت اهنيك، جبت ورده وجبت شوق الحيارة. وينك وينك ساكن بالمدينة وطيفك هناك، لو ذي طوى ورضوى هناك دار. انت بكربلاء زاير للحسين، لو بالنجف يم اللي يحمي جاره، لو يم قبر زينب رحت مشتاق، تواسي الغربة وتأدي الزيارة. وينك وينك طولت يا صاحب الثار، مو معقول مثلك ينسى ثار. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد.
بارك الله فيك، لقد أهجت مشاعرنا عندما اختلطت كلماتك بصوتك الجميل، أذابك الله أستاذي العزيز. طبعا الشاعر سيد علوي الغريفي من المفترض أن يكون معنا، ولكن لظرف ما اعتذر عن الحضور. النوبة تصير إلى السيد يوسف الصيبعي، فليتفضل ليسمعنا ما عنده. تفضل سيدنا.